انت وين بدريمو؟ اشوف فيلجر ضد بدريمو انكلينج. المهم بدينا المباراة بدريمو موجود عندك في البراكت. اوه اول باري بالغلط. يس اول باري بالغلط من سيف. اوكي اوكي انكلينج من مارش. يقولون الانكلينج من افضل الشخصيات. اه نسيت يقول تغير توب تيرز. زين اصقر على ما في ستة المهم. لا سوي شوف اللاتش كام مارش. اوه يعطي الاكس بويها. نشوف فيلجر زونر نفس ما كان عليه اسمع فور. الحين عندنا انكلينج بعد شخصية تشوف تبتير وايد سريعة بس حتى اذا تبتير اذا انضرب فورد سماش على 60 بتموت عند اللاتش. هل كان على 60 اظن ينضرب صح؟ يس فيلجر. اوكي شوف كيف الحين يسوي كاونتر. اي اوه اوه سوى كلانك. الحين تقدر تسوي دي اي للاتش دي اي للاتش ترامب. ايه لاحظت هالشيء بس بعد يعني للاتش ترامب بعده مفيد. بعده مفيد؟ ايه اوه الباري في اللعبه غش ها؟ لا الباري مال انكلينج يعني تجي الحين فانا كان عادي يصير يطلب الماكدونالدز ياخذ تشيكن ناجتس يقول الصوص غلط ياخذ باربيكي صوص بدال من البيج ماك صوص اللي عطاهم يخلصه يشرب 7 اب يرد البيت يصلي بعدين يسوي لاف سماش. كم كم؟ اه اوكي نسيت نحن ما مسوي ابديت هلا هو بيسوي او هو بيسوي نحن مسوي ما يقدر يسوي ابديت غير ما يقدر اوكي نحن مسوي. المهم سعود فاز على اوتومان المفروض اثنين يسوون كومنتري واحد بروح خمسه يسوون ابديت غير غير. المهم شوف من عندك بدريمو جايروس شوف هذا يعني اظني خس حركه عندك انكلينج انه يطول فيه. لا في الوينرز خلهم شوف اللوزرز احسن اذا ما اذا بتسوي ابديت بس لسه معك احد يسيس معك. لا احنا اوكي خلينا نعلق على المباراه خلينا اي خلينا نرمس على شيء عجيب. مرت كم دقيقه انا ما اعرف كم يبدون اصلا سبع مرت. لا بنقول شيء عجيب هلا عندنا بوكيمون ستاديوم 2 نيوترال واخيرا واخيرا ستيج نيوترال جديد. ما بعرف اذكر اذكر عصامي اوه كان بيبل ليش الداونر ما سوت سبايك؟ ها اوكي اب سماش اب سماش هالشيء ما يقول لك يعني انت تسوي هالشيء بعدين يسوي فري اب سماش هي ويتش از نوت يعني ما يجمع شيء اوكي يعني هو يعني الشيء الوحيد انه يخلى الموب سمي اوت ما كان عنده الشيء نفس الستوك الاول ما عنده يسمونه بس بالاتريك اللي كنت انا كل شوي اسوي ابديت تتكلم تكلم انا بسوي ابديت زين عقل سماعة عيل لا لا عقل كنت استرمس بالسماعة ما برمس ما برمس زين فيلجر ازرق نايس اوكي بعد لتش كامبينج من مارش هيك بقول عن الانكلينج رولر هو اون شيلد وايد ان سيف كل اي اذا شفته يا يعني من بعيد على طول عطى شيء بس اذا حذالك اذا قدامك يعني هذا بيكون المكسب يعني وبعد فورد سماش هذا ضربه في فورد سماشز ضربه على بطنه طالعه قدام هالشيء ما تعود عليه من بدايه سماش فور شي كيف البولينج بول 3 فورد سماش 3 فورد سماش شي ها محامي راشد 1 2 3 ستي هايدريت صح وين الشات ال جيس از نوت يوزينج ذا بومب اند ماست ماتش ويتينج فور انجل ثرو بوم دي اينج لينش رام واز ا ميستيك ما جاين لينش رام يعني الشيء الوحيد اللي اشوفه مو وايد مو انه مو وايد اوكي سيف يقولهم ممنوع الكوتشنج فمن القوانين احنا مخلينها ما في كوتشنج هو انا اشوف السبب الرئيسي عشان ما يكون في كوتشنج عشان تضيع الوقت هذا شيء مهم بس شوف شو رايك في الجرافكس الجرافكس نايس يعني الادوار تكون نايس اوكي انت وايد فرحان على الستريم خلينا نعلق ها؟ خلينا نعلق واخيرا تقدر تعلق خلكم الستريم اللي قام يقطع اوه اوكي 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 شباب بدينا اللعب الحين نشوف انك سماش فيل سماش فيل بلاتفورم في النص سماش فيل
بلاتفورم في النص ما يتحرك، ما تقدر تسوي كامب. مو من ما تسوي كامب، هاي غير الستيج مو اللي يخلي الكومبوز على البلاتفورم احسن. يعني الستيج تغير، الستيج تغير. ناس يقولون بس ما كنا نحب سماش بس زين الستيج وايد تغير، لا تغيرونه شيء. الله يخليكم نيتر دير. بس ريكفري ها عندهم ريكفري على فكره وايد اوكي. الانكلينز عنده السايد بي وعنده الحين بيرجع شوف سبيد لاندنج للبوكس لاندنج اوخ ضربه. فهاي الشيء اللي اقول لك ان الشخصيه يعني الريكفري عندهم زين. انا قلت اول شيء تحرك مو بوكي ما كنت عارف ان في هيد بوكس ريكفري. في هيد بوكس يوم يطير وهيد بوكس لاندنج. هاي هزر الليست بلاش ناك الدراع. شو رايكم من كل الحجره تكون بعيده؟ لان انا حاليا يا اعلق و يعني انا ساكت. تطلع الاصوات تطلع. ها اوكي ماشي باك جراوند نويز وايد. لا لا في بس خلوهم يرمسون مو وايد زي خل اوه اعطاه الشياره. شو السالفه الشياره؟ ايه اوكي 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 شباب. عاد شفت شفت كيف كان واقف على هذا الانج بلاتفورم نفس ما قلت من قبل. كاتبين التبس بعد اللعبه اذا كل ما تم على الانج بلاتفورم. اوه في في شل ال شل التفاح. ما كان تفاح كان شو فوخ ايجاص ما اعرف يسمونه. ها فوخ مسميه حزر الايتمز اوف. ايه ايتمز اوف بس بعدين انزل وايد 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 ريل وايد ريل. بس سيف ملاني بايسو كام زياده بدل خلني بس اي 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 بولينج بول اوكي بس اقول بعد بولينج بول كويس. المشكله ان من الاشياء اللي حتعلمون نلعب ضد سيف لا تصير اوف ستيج. خليك اون ستيج سويت جارد اون ستيج سويت اللي انت تعلمته مو انا. انا بعدين بصير اوف ستيج ضده. ليش هازارد لس سماش بول؟ نحن اول تورنمنت خلينا كل شيء هازارد اوف. ان شاء الله عقب الدوريات الجاي بنسوي ماكس رولز ات هازارد اون هازارد اوف. هو عشان يخلي اكسسبيلتي حق النيو بلايرز اللي ما يعرفون يلعبون مود اللي اول مره يلعبون تورنمنتس ما يتلخبطون بالستيجز. يعني هازارد اوف ستيجات جاهزه يقدر يختارونها. اوكي باكس رو بدنا يطلعون بالرول سيت هذا بيتلخبطون وايد عشان يكون ادابتي عشان يجون مره ثانيه. المهم فيليجر كامبينج باكر اظن تايمينج الاوتو كانسل غير مع فيليجر هاسلينج شوتس. فوردير تو احسن باكر تو شوي لاقيه ولا ستارت اب اكثر. خيب الجرام مال فيليجر سريع مو بسماش فور. سلينج شوت على اللويد روكت. كان يبغى يسوي ليد جارد. اوكي ارجع ارجع شو تسوي؟ شفنا بعد يعلم كيف سيجا بعد كيف تخ اوه نوتك نايس تيس بوينت. اوكي 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 تشوف تو تو تز لوزرز. اوكي او سوا شو تبغى؟ شوف وين بلعب؟ بلعب على ستريم. نفس ما في 20 شخص يترين بدخل عشان يسعد بدش على ستريم قبل عشان يسعد برايورتي. بعد بولينج بول وين راح؟ اوه وصل هاي وصل شو تحس كيف وصلتي وصل؟ ابي اوه كواي تحت بس ايه لحظه في هو كنت بقول في مره سوى ريتشارج ولا ما اظني لاحظ قبل سوى سوى يسوي يسوي بس انا بروحي ما اعرف سالفه التكنيك اصلا. اوكي اب سماش ايزي برسنت الماشنج مال مارش مو بوايد سريع عشان يطلع منه. كان يسوي ماش تشوف جولي جاي يتحرك ايه يدوم بيتحرك اذا سويت ماش بس اذا سريع ولا لا ما بقول. اوه سوى لاندك فوردر على جاب شيت جراب شيت جراب ما سوى اظني بعد اب سماش شرج الاب سماش ايفن ستوكس شر اعطاه فول تشارج بعد مو بانه بس شرج شوي بس تشارج فول تشارج ما شاء الله سوى بعدين خلاص طيران ظهره 2-0 حق مارش اللاعب اسرع لاعب في الدنيا وستي هايدريت بس ما قلت